عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وحيي بوليك القرآن وأرنا نوره سرمدا لا ليل فيه، وحيي به القلوب الميتة واشفي به الصدور الوغيرة، واجمع به الأهواء المختلفة على الحق، وأقم به الحدود المعطلة والأحكام المهملة، حتى لا يبقى حق إلا ظهر ولا عدل إلا زهر. واجعلنا يا ربي من أعوانه ومقوية سلطانه، والمؤتمرين لأمره والراضين بفعله والمسلمين لأحكامه، وممن لا حاجة به إلى التقية من خلقك. وأنت يا ربي الذي تكشف الضر وتجيب المضطر إذا دعاك، وتنجي من الكرب العظيم، فاكشف الضر عن وليك واجعله خليفة في أرضك كما ضمنت له. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني بهم فائزا عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين، آمين رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واقض حوائج المحتاجين، وبالخصوص من أوصانا بالدعاء، وبالأخص من حضر إلى هذا المكان. لا بأس، بالصلاة على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد التوكل على العلي القدير ندخل في البحث، نحاول أن يعني نسير بصورة أسرع في البحوث الأصولية. وصلنا إلى بحث أو تحت عنوان تقسيم البحث. عادة هذا منهج الأستاذ المعلم، بأنه يعني في بداية كل بحث، في بداية كل فصل، يعطي خريطة البحث، طريق البحث، فهرسة للبحث. يقول طريق البحث أو تقسيم البحث، يقول: والدليل المحرز، هذا أيضا تميز هذه العبارة، الدليل المحرز في المسألة الفقهية سواء كان قطعيا أو لا، كما لا ننسى أو لنتذكر ما ذكرناه في المحاضرة السابقة. آخر ما وصلنا في المحاضرة السابقة ماذا قلنا؟ قلنا يوجد دليل محرز قطعي، هذا نأخذ به ويكون حجة علينا، وما ينكشف به يكون حجة علينا. ويوجد دليل ناقص غير تام، لكن ثبت بالدليل القطعي أن الشارع قد جعل له الحجية، هذا قلنا أيضا يكون حجة. إذن كم دليل عندنا يكون حجة؟ ماذا نقصد بالحجية؟ نقصد التنجيز والتعليل. إذن كم قسم من أقسام الأدلة، كم نوع من أنواع الأدلة تكون حجة علينا، تكون منجزة ومعذرة لنا؟ نقول يوجد قسمان، يوجد نوعان. الأول هو الدليل القطعي، وهذه حجيته بحجية القطع لا أشكال فيها. والدليل الثاني هو الدليل الناقص، الدليل غير التام، فهذا يكون بحكم التمامية إذا ورد دليل قطعي من الشارع أثبت لنا حجية هذا الدليل الناقص. ومن أمثلة هذا الدليل الناقص الذي ثبت أو أثبت الشارع حجيته ما هو؟ خبر الواحد، خبر الثقة. الدليل الآخر أيضا حجية الظهور. إذن يقول في تقسيم البحث: والدليل في الدليل المحرز ينقسم في المسألة الفقهية سواء كان قطعيا أو لا، ينقسم إلى قسمين: الأول الدليل الشرعي، والثاني الدليل العقلي. إذن الدليل المحرز إذا أي شيء ينقسم إلى دليل شرعي ودليل عقلي. الدليل المحرز هو أحد قسمي الدليل. ما هو القسم الآخر الذي يقابل الدليل المحرز؟ الأصل العملي. إذن عندي الأدلة
أو الدليل يقسم إلى دليل محرز وأصل عملي، والدليل المحرز يقسم إلى دليل شرعي ودليل عقلي، والدليل العقلي سيأتي الكلام عنه. الآن ندخل بالدليل الشرعي، والدليل الشرعي لا أي شيء يقسم، يقسم إلى لفظي وغير لفظي. إذن نقول الدليل المحرز في المسألة الفقهية سواء كان قطعيا أو لا ينقسم إلى قسمين. الأول الدليل الشرعي، ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم الشرعي، ويشتمل ذلك على أي شيء؟ يقول ويشتمل ذلك على الكتاب الكريم، أولا على الكتاب الكريم، ثانيا وعلى السنة. ويعرف السنة، يقول السنة وهي أولا قول المعصوم سلام الله عليه، ثانيا فعل المعصوم عليه الصلاة والسلام، وثالثا إقرار أو تقرير أو إمضاء المعصوم. إذن ما هي السنة؟ السنة هي قول المعصوم وفعل المعصوم وإقرار المعصوم أو تقرير أو إقرار المعصوم أو إمضاء المعصوم. هذا بالنسبة إلى الدليل الشرعي. أما الدليل العقلي، ماذا يقصد بالدليل العقلي؟ يقصد قلنا المدركات العقلية، ما يدركه العقل، ما يحكم به العقل. الدليل العقلي ويقول ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. ما هو مثال الدليل العقلي الذي يستنبط منه الحكم الشرعي؟ ذكرنا أيضا سابقا، أشرنا إليه، ويشير السيد الأستاذ المعلم هنا، يقول القضية العقلية أو الحكم العقلي أو المقدمة العقلية التي تقول أن إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدمته، إذا وجب شيء تجب مقدمة هذا الشيء. إذا وجبت الصلاة والوضوء، لا صلاة إلا بوضوء، إذن يجب الوضوء لأن الوضوء مقدمة للصلاة. هذا الدليل العقلي. يرجع مرة أخرى إلى القسم الأول، يقول والقسم الأول، ما هو القسم الأول؟ الكلام في الدليل المحرز يقسم إلى شرعي وعقلي. الآن يرجع إلى القسم الأول، إلى الشرعي. يقول الدليل الشرعي ينقسم بدوره إلى نوعين. أولا أحدهما الدليل الشرعي اللفظي، وهو كلام الشارع كتابة وسنة. والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي، كفعل المعصوم وتقرير المعصوم، أي سكوته عن فعل غيره بنحو يدل على قبوله. التفت هذا إلى هذا القيد، يعني ليس مطلق سكوت المعصوم عن قضية معينة، عن قضية معينة تعتبر إمضاء، تعتبر إقرارا، ليس هذا. وإنما إذا كان سكوت المعصوم، لاحظ بهذا الشرط، بهذا القيد، يقول سكوت المعصوم عن فعل غيره بنحو، بشرط أن هذا السكوت يدل على قبول هذا الفعل، ليس مطلق السكوت، وإنما السكوت الذي يقترن بالقبول. أما مطلق السكوت فلا يدل على الإمضاء. وفي القسم الأول أي الدليل الشرعي بكلا نوعيه اللفظي وغير اللفظي، نحتاج إلى أن نعرف. ماذا نعرف؟ يقول نحتاج إلى أن نعرف الدلالة وحجية الظهور وإثبات الصدور. هذا الكلام قلنا مجرد يعطينا فهرسة للبحث، يعطينا خريطة البحث. فالآن نرجع إلى أصل التقسيم، نقول الدليل يقسم إلى محرز وأصل عملي، والمحرز يقسم إلى شرعي وعقلي، والشرعي يقسم إلى لفظي وغير لفظي، وهذا الشرع الذي يقسم إلى لفظي وغير لفظي سنبحث في دلالة الدليل وحجية الظهور وإثبات الصدور، ثلاثة مباحث ضمن الدليل الشرعي. إذن يقول وفي القسم الأول أي دليل شرعي بكلا نوعيه اللفظي وغير اللفظي، نحتاج إلى أن نعرف أولا الدلالة، هذا أنا سجلت هذه العناوين، أولا الدلالة، يقول أي دلالة الدليل الشرعي وأنه على ماذا يدل بظهوره العرفي، هذا الدلالة. ثانيا والثاني حجية الظهور، أي حجية تلك الدلالة وذلك الظهور ووجوب التعويل عليه. وثالثا إثبات الصدور، أنه نثبت هل هذا الدليل فعلا صدر من الشارع أو لم يصدر من الشارع، فعلا هذا قول المعصوم أو ليس بقول المعصوم، هل هذا صادر عن النبي صلى الله عليه وآله أم هذا من المكذوبات ومن الافتراءات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
يقول ومن هنا كان البحث في القسم الأول، أي قسم؟ في الدليل الشرعي، سجل في القسم الأول أي كان في الدليل الشرعي، موزعا إلى ثلاثة أبحاث وفقا لهذا التفصيل الذي ذكره. ما هي الأبحاث؟ يقول أولا فالبحث الأول في تحديد الدلالة، والبحث الثاني في إثبات حجية ما له دلالة وظهور. إذن البحث الأول في تحديد الدلالة، إذن قلنا بحث في الدلالة، والبحث الثاني في إثبات حجية ما له دلالة وظهور، قلنا بحث في حجية الظهور، والثالث البحث الثالث في إثبات الصدور، أي إثبات صدور الدليل من الشارع. بعد هذا التقسيم، بعد هذه التفريعات أو هذه الشجرة أو الخريطة، يدخل يقول الدليل الشرعي. أيضا أنا سجلت بين قوسين، أنا أكرر هذه العناوين، أكرر هذه خريطة البحث حتى تترسخ في أذهاننا. أيضا سجلت بين قوسين الدليل محرز وأصل عملي، يعني يقسم الدليل محرز وأصل عملي، والمحرز شرعي وعقلي، والشرعي لفظي وغير لفظي، والبحث في الدليل الشرعي يكون في الدلالة وحجية الظهور وإثبات الصدور. هذا ملخص خريطة البحث. يدخل إذن كلام في الدليل الشرعي، يدخل في الدليل الشرعي كم قسم في الدليل الشرعي؟ قبل قليل قلنا الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي غير اللفظي. في اللفظي وفي غير اللفظي نبحث الدلالة وحجية الظهور وإثبات الصدور. إذن ندخل في الدليل، الدليل الشرعي يقسم إلى دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي. الدليل أليف، هو يسجل أليف أي القسم الأول من الدليل الشرعي، وهو الدليل الشرعي اللفظي. ما هو الدليل الشرعي اللفظي؟ القرآن والسنة المكتوبة، ليس قول الإمام أو ليس قول المعصوم ولا فعل المعصوم أو إمضاء المعصوم، وإنما الدليل المكتوب، الدليل اللفظي، الكلام الذي صدر من المعصوم، هذا هو الدليل اللفظي. إذن القرآن والسنة اللفظية لو صح الكلام أو الإطلاق أو هذا العنوان. إذن البحث في الدلالة تحت عنوان الدليل الشرعي اللفظي، يقول البحث في الدلالة يعني البحث يكون في الدلالة وحجية الظهور وإثبات الصدور، هذا بين قوسين. الدلالة يدخل في الدلالة، في داخل عنوان الدلالة، هذا العنوان فيه عدة عناوين، في داخل الدلالة عنده عدة عناوين. الأول تحت عنوان تمهيد، أنت هناك يعني عند الدليل الشرعي يقسم، هذا كما وضعنا بين قوسين دلالة وحجية الظهور وإثبات الصدور أول وثاني وثالث، الآن يدخل في الدلالة. أولا الدلالة، داخل الدلالة قلنا يوجد عناوين تمهيد، حتى يدخل في بحث الدلالة ويشرح ما هي الدلالة يذكر بعض الكلام تحت عنوان تمهيد. هذا التمهيد أيضا يعني فصلناه أو رتبناه على شكل مقدمات أو خطوات. يقول لما كان الدلالة الدليل، لا بس نحن اليوم خرجنا مبكرا ليدخل الجماعة اللي في الخارج. يقول تمهيد، لما كانت دلالة الدليل اللفظي ترتبط، لاحظ دلالة الدليل اللفظي بأي شيء ترتبط؟ ترتبط بالنظام اللغوي العام للدلالة. دلالة الدليل يعني الدليل الصادر عن المعصوم، الدليل الصادر عن الشارع المقدس، القرآن والسنة المكتوبة، هذه على أي شيء تعتمد؟ كيف يحصل فيها عنوان التفاهم، الإفهام والتفهيم، كيف يحصل بها؟ على أي شيء يعتمد؟ يعني الآن نعطي كمثال، نقول لما يعني يأتي مشرع، يأتي بقرآن، يأتي بنص، يأتي بتشريعات، هذه التشريعات تأتي باللغة العربية، يأتي نزل باللغة العربية. الآن هل يصح من المشرع، هل نعقل من المشرع، هل يوجد مشرع عاقل يأتي بقرآن عربي ويذهب به إلى الهند ويحكي مع المجتمع الهندي الذي لا يعرف اللغة العربية ويذكر القرآن ويحكي باللغة العربية ويحتج عليهم باللغة العربية ويصدر الأوامر باللغة العربية، وطبعا هم لا يفهمون، بعد هذا يأتي وضع هؤلاء في النار، يعاقب هؤلاء النار
الناس في النار، هل هذا المولى عاقل أم مجنون؟ لا يوجد شخص يقول بأن هذا المولى عاقل، هذا مولى ليس بعاقل. إذن المولى عندما يريد أن يحتج على قوم يحتج بما يفهمه القوم، بما يعرفه القوم. فإذن ما هي لنقول ما هي قوانين المحاورة، ما هي قوانين المحادثة، ما هي قوانين الإفهام والتفهيم، ما هي قوانين الإلقاء والتلقي بين الملقي والمتلقي، ما هي القوانين التي تسود بين الناس والتي تنظم الكلام بين الناس والتي تنظم الحوارات بين الناس والتي تنظم التفاهم بين الناس. وفق هذا المنهج، وفق هذه القوانين، المولى يأتي بالتشريع ضمن هذا المفهوم، ضمن هذا العرف، ضمن هذا المنهج السائد بين الناس. هذه قضية عقلية، هل تحتاج إلى دليل أو تحتاج إلى برهان؟ لا يمكن أن نقول بهذا، ولا يوجد عاقل يمكن أن يقول بهذا. إذن هذا يعني نهج العقلاء، نهج الإنسان العاقل، نهج المشرع العاقل، نهج المولى العاقل، أن يحدث الناس بما يفهمون، بما يعرفون، بما يستجيبون، بما يحتج عليهم، بما يقطع عليهم العذر. إذن يقول تمهيد: لما كانت دلالة الدليل اللفظي ترتبط بالنظام اللغوي العام للدلالة، ترتبط بالنظام اللغوي العام للدلالة، نجد من الراجح أن نمهد للبحث في دلالة الأدلة اللفظية. واضحة هذه المسألة؟ سأعطيكم يعني فكرة، سأعطيكم مثالا. نحن دائما هي يعني كما تعلمون القضايا، كل القضايا بعضها يرتبط ببعض، ونحن بدأنا ببحث المختار وفي البحث يعني التحليل الموضوعي، ولا نعلم أين خرجنا ولا نعلم أين سنصل ومتى سنرجع إلى بحث المختار، الله العالم. فالقضايا كلها مترابطة، وكل القضايا هي تصب كما قلنا سابقا، تصب في قضية التمهيد للظهور المقدس. الآن نسأل هذا السؤال، الآن نقول لو كانت، التفت جيدا هنا ماذا قال؟ قال لما كانت دلالة الدليل اللفظي ترتبط بالنظام اللغوي العام، فمن الراجح أن نمهد للبحث في دلالة الأدلة. الآن أنا أسأل، لو كانت دلالة الدليل اللفظي ترتبط، التفت، ترتبط بنظام الأرقام، فالتمهيد الآن المفروض يكون عن أي شيء؟ عن الأرقام. إذا كانت ترتبط بنظام الحروف، المفروض هنا على أي شيء نمهد؟ للحروف. إذا كانت ترتبط بفعل السحر والشعبذة والشعوذة، على أي شيء سنمهد هنا؟ إلى السحر والشعبذة. واضح الأمر؟ إذن هذا تمهيد لشيء يراد. الآن هذا مجرد يعني رد إجمالي كان لما طرحه ما يسمى بصبيط النيلي، حسب ما أعتقد أنه ورددنا عليه، صدر بعض الكتيبات أو بعض الكتب أو بعض البحوث التي لها علاقة بالأحرف ونقول المعاني الذاتية أو الدلالات الذاتية للحروف، وسيأتي الكلام عن هذا الأمر. فنقول لو كان الشارع يريد أن يفهم المقابل المعاني المستفادة من علم الحروف، لكان حكى بعلم الحروف ومهد لعلم الحروف واعتمد على علم الحروف، خاصة مع لحاظ أن المجتمع الذي في ذلك الوقت الذي نزل فيه المشرع ونزل فيه القرآن ونزل فيه التشريع لم يكن سائدا فيما بين الناس علم الحروف ولا علم الأرقام ولا السحر. لا يوجد يعني في لنقول محافل المحاورة والإلقاء والتلقي والتفهيم والإفهام، لا يوجد سحر وأرقام وحروف، يوجد كلام لغة نظام عام. فإذا أراد الشارع أن يأتي بنظام جديد، بنظام محاورة جديد، عليه أن يؤسس له، لوجدنا بأن الكتب تكتظ وتمتلئ بهذا على أقل تقدير، كما الآن نفعل نحن، نأتي بتمهيد حتى نتحدث عن الدلالة. فالمفروض القرآن أيضا يأتي بتمهيد للمنهج الجديد، للمنهج الحواري الجديد، بعد هذا يدخل بالأحكام.
واضح. هذه أيضا هذه قضايا عقلية، أي شخص يسأل عن هذا الأمر، هل يصح لي مشرع، هل يصح لي عاقل أن يحتج على قوم بما لا يفهمون؟ طبعا لا يصح من العاقل. إذن نقول لما كانت دلالة الدليل اللفظي ترتبط بالنظام اللغوي العام للدلالة، نجد من الراجح أن نمهد للبحث في دلالات الأدلة اللفظية. كيف نمهد أو بماذا نمهد؟ يقول بدراسة إجمالية لطبيعة الدلالة اللغوية وكيفية تكونها ونظرة عامة فيها. بعد هذا تحت عنوان ما هو الوضع والعلاقة اللغوية، تحت هذا العنوان أيضا هو سجل السيد الأستاذ هذا العنوان، يقول ما هو الوضع والعلاقة اللغوية. يقول أيضا على شكل خطوات أو مقدمات أو نقاط أو أمور، نقول في الخطوة الأولى في كل لغة، في كل لغة تقوم علاقات بين مجموعة من الألفاظ ومجموعة من المعاني. في كل لغة يوجد علاقات بين مجموعة من الألفاظ ومجموعة من المعاني، هذه القضية مسلمة. يعني يوجد ألفاظ ماء ونار وهواء وتراب وزيد وعمر وبكر وكتاب ودفتر ووعاء ومروحة وغيرها وهواء، وعند الآخر عند باقي الأقوام عند باقي الشعوب أيضا عندهم هذه المعاني، نفس الماء ونفس الجبل ونفس المروحة ونفس الكتاب، لكن الألفاظ تختلف. فعلاقة هذا المعنى في اللغة العربية يرتبط بلفظ معين، وهذا المعنى في اللغة الأخرى غير العربية الأعجمية يرتبط بلفظ آخر يختلف عن هذه. إذن يوجد علاقات بين المعاني وبين الألفاظ، يوجد علاقات بين المعاني والألفاظ. يقول في كل لغة تقوم علاقات بين مجموعة من الألفاظ ومجموعة من المعاني، هذه مقدمة أولى. يقول ويرتبط كل لفظ بمعنى خاص ارتباطا. كيفية الارتباط، ما هي الكيفية، ما هي صفة الارتباط بين اللفظ والمعنى؟ يقول ويرتبط كل لفظ بمعنى خاص ارتباطا. ما هو نوع هذا الارتباط؟ يقول ارتباطا يجعلنا كلما تصورنا اللفظ، كلما تصورنا اللفظ انتقل ذهننا فورا إلى تصور المعنى. واضحة؟ الآن أنا سأذكر مثلا، أقول قلم، لاحظ ماذا لو عندنا شيء هذا على بالبطيء، نقول قلم مثلا أو دفتر، لاحظ أنت ماذا يحصل عندك، تسمع يعني مصدر المعلومة. من أين تحصل على مصدر المعلومة؟ من أين نحصل على المعلومات؟ من الحواس، بالنظر أو بالسمع أو بالشم أو باللمس أو بالذوق. فالآن أقول قلم، أنت تسمع هذا اللفظ، أين يحصل، ماذا يحصل في ذهنك؟ يحصل في ذهنك صورة هذا اللفظ، صورة قلم، صورة اللفظ أولا تحصل في ذهنك. بعد هذا ينتقل مباشرة، ينتقل الذهن من صورة اللفظ، أو يستحضر الذهن مع صورة اللفظ. باستحضار صورة اللفظ ماذا يستحضر فورا؟ يعني يستحضر باستحضار لفظ القلم، يستحضر صورة القلم. الآن سؤال، هل عندما أقول قلم الآن عندما حضر في أذهانكم القلم أو صورة القلم؟ صورة القلم ليس القلم. عندما أقول نار، فهل حضر في أذهانكم واستحضر في أذهانكم واستدعي في أذهانكم النار الحقيقية أم صورة النار؟ تقول صورة النار، لو كانت الحقيقية لاحترقنا جميعا. إذن نقول ويرتبط كل لفظ بمعنى خاص ارتباطا يجعلنا كلما تصورنا اللفظ انتقل ذهننا فورا إلى تصور المعنى. إذن الكلام لاحظ بين في الذهن، نتحدث عن الأشياء، عن الموجودات، عن الأعيان، أم نتحدث عن صور الأعيان، عن تصورات الأعيان، عن تصورات الأشياء وصور الأشياء. فكلما نتحدث في الوجود الذهني في الذهن وعن الذهن، نتحدث عن الصور، نتحدث عن التصورات، لا نتحدث عن الأشياء والتي نقصد بها الأعيان. إذن
يقول ويرتبط كل لفظ بمعنى خاص ارتباطا جائرا، كلما تصورنا اللفظ انتقل ذهننا فورا إلى تصور المعنى. إذن تصور وتصور. بعد هذا يقول الدلالة، أو نحن وضعنا عنوان جديد تحت هذا العنوان بين قوسين الدلالة. يقول الأستاذ المعلم: وهذا الاقتران، هذا الاقتران الارتباط الذي ذكره قبل قليل، قال ويرتبط كل لفظ بمعنى خاص ارتباطا يجعلنا كلما تصورنا. يقول هذا الارتباط والاقتران، هذا الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى وانتقال الذهن من أحدهما إلى الآخر، هو ما نطلق عليه الدلالة. إذن ما هي الدلالة؟ الدلالة هي عملية، هي كيفية، هي حالة. ما هذه هاي الحالة؟ هذه الحالة أن الذهن إذا تصور شيئاً انتقل إلى الشيء الآخر الملازم لهذا، أي تصور شيء، تصور شيئاً أو تصور صورة الشيء. لا ننسى، حتى لو ما دام الكلام في الذهن، فإذا لم نذكر الصورة فنقصد الصورة، إذا لم نذكر التصور فنقصد التصور، لا ننسى هذا الأمر. فإذا كان الكلام في الذهن، في عالم الذهن، فيكون الكلام عن الصور والتصورات. إذن يقول وهذا الاقتران تحت عنوان الدلالة، يقول هذا الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى وانتقال الذهن من أحدهما إلى الآخر. لاحظ من أحدهما، يعني ماذا نقصد من أحدهما؟ نقصد من أحدهما من اللفظ والمعنى، أم من صورة اللفظ وصورة المعنى، أو تصور اللفظ وتصور المعنى من الصور. يقول وانتقال الذهن من أحدهما، أي من أحد التصورين، من أحدهما إلى الآخر، من التصور الأول إلى التصور الثاني، أو من الصورة الأولى إلى الصورة الثانية، هو ما نطلق عليه اسم الدلالة. فحين نقول كلمة، فحين نقول كلمة الماء تدل على السائل الخاص، لما نقول الكلام للسيد الأستاذ المعلم، يقول فحين نقول كلمة الماء تدل على السائل الخاص، ماذا نريد بهذا؟ يقول نريد بذلك أن تصور كلمة الماء يؤدي إلى تصور ذلك السائل الخاص. التفت جيدا، يقول فحين نقول كلمة الماء تدل على السائل الخاص، هل نقصد على أن عين الماء تدل على، أي نقول لفظ الماء الخارجي هذا الذي يتلف، هذا الصوت يدل على عين الماء؟ نقول لا، وإنما صورة اللفظ، الصورة التي تنطبع وتحضر في ذهن الإنسان، في ذهن الشخص، والصورة التي تحضر بناء على هذه الصورة التي حضرت، الصورة الأخرى التي هي تمثل صورة المعنى. إذن تحضر صورة اللفظ وصورة المعنى، يحضر تصور اللفظ وتصور المعنى، ينصرف الذهن إلى صورة اللفظ وصورة المعنى، ينصرف الذهن إلى تصور اللفظ وتصور المعنى. إذن فحين نقول كلمة الماء تدل على السائل الخاص، نريد بذلك أن تصور كلمة الماء يؤدي إلى تصور ذلك السائل الخاص. لاحظ، إذن العلاقة بين أي شيء؟ بين تصورين. ويسمى، إذن عندي لفظ وعندي معنى، يقول ويسمى اللفظ دالا والمعنى مدلولا. إذن صار عندي دلالة وعندي دال وعندي مدلول. من الدال؟ اللفظ. ومن المدلول؟ المعنى، المعنى الذي يدل عليه اللفظ. وبصورة، نرجع إذن بصورة لنقول أكثر دقة، نقول إذا كان الكلام في العالم الذهني وفي عالم الذهن أو في الوجود الذهني، فمن هو الدال أو ما هو الدال؟ تقول صورة اللفظ أو تصور اللفظ. وما هو المدلول؟ هل المعنى أو صورة المعنى؟ تقول صورة المعنى أو تصور المعنى. أنا أكرر هذا حتى إذا فاتنا يعني الإشارة لهذا تكون مفهومة عندنا إن شاء الله. يقول وعلى هذا الأساس نعرف أن العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى تشابه إلى درجة ما العلاقة التي نشاهدها في حياتنا. لاحظ، يقول تشابه ليست مشابهة تامة،
ليست مثلية تامة، وإنما يقول تشابه إلى درجة ما بلحاظ معين. يقول تشابه إلى درجة ما العلاقة التي نشاهدها في حياتنا الاعتيادية بين النار والحرارة، أو بين طلوع الشمس والضوء. بمعنى أنه إذا وجدت الماء، إذا وجدت النار توجد حرارة، وإذا وجدت شمس يوجد نهار. هناك أيضا إذا وجدت صورة اللفظ توجد صورة معناه، إذا حصل تصور لللفظ يحصل مباشرة تصور للمعنى. لاحظ الانتقال المباشر من النار إلى الحرارة، الانتقال المباشر من الشمس إلى النهار، أيضا يوجد مثل هذا الانتقال المباشر. يوجد انتقال مباشر من صورة اللفظ إلى صورة المعنى، أي صورة معناه، من تصور اللفظ إلى تصور معناه، أيضا مع التسامح نقول من اللفظ إلى المعنى. ويسمى، وعلى هذا الأساس نعرف أن العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى تشابه إلى درجة ما العلاقة التي نشاهدها في حياتنا الاعتيادية بين النار والحرارة، أو بين طلوع الشمس والضوء. فكما أن النار، الكلام أيضا للأستاذ المعلم يفصل بصورة أكثر يعني دقة وعمقا أو وضوحا وتبسيطا، يقول فكما أن النار تؤدي إلى الحرارة، هذا الذي أشرنا قلنا ينتقل مباشرة، فكما أن النار تؤدي إلى الحرارة وطلوع الشمس يؤدي إلى الضوء، كذلك تصور اللفظ يؤدي إلى تصور المعنى، كذلك تصور اللفظ يؤدي إلى تصور المعنى. يقول ولأجل هذا يمكن القول بأن تصور اللفظ، لاحظ، يمكن القول بأن تصور اللفظ سبب لتصور المعنى. لكن هل هذه السببية نفس سببية النار والحرارة، نفس سببية الشمس والنهار؟ لا، قال مشابهة من جهة كما عبر، قال إلى حد ما. إذن نقول غير أن علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، ما هو مجالها؟ مجالها الذهن، لأن تصور اللفظ والمعنى إنما يوجد أين؟ في الذهن. لاحظ تصور وتصور. إذن يقول ولأجل هذا يمكن القول بأن تصور اللفظ سبب لتصور المعنى، كما تكون النار سببا للحرارة وطلوع الشمس سببا للضوء، غير أن علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى مجالها الذهن. لماذا؟ يقول لأن تصور اللفظ والمعنى إنما يوجد أين؟ في الذهن. قلنا التصورات والصور من أي عالم؟ من عالم الخارج، من عالم الذهن؟ من عالم الذهن. يقول أما علاقة السببية بين النار والحرارة، بين الشمس والنهار، أين؟ في الذهن أم في الخارج؟ في الخارج. يقول وعلاقة السببية بين النار والحرارة أو بين طلوع الشمس والضوء مجالها أين؟ يقول مجالها العالم الخارجي. أيضا أنا سأسأل حتى تبقى القضية راسخة في ذهننا، وعلاقة السببية بين النار والحرارة أو بين طلوع الشمس والضوء مجالها العالم الخارجي. ربما يعترض، من يعترض؟ يقول الآن عندما نقول نار ينصرف الذهن إلى الحرارة، وعندما نقول شمس ينصرف الذهن إلى النهار عندنا، والآن نقول نار ولا يوجد نار ويحصل انصراف. نقول الكلام هنا في العالم الخارجي، أما الآن عندما ينصرف الذهن عندك انتقل الكلام إلى العالم الذهني، فالآن لا يوجد انتقال بين النار الحقيقية والحرارة الخارجية، لا يوجد انتقال من النار الخارجية والحرارة الخارجية، وإنما انتقال من صورة النار إلى صورة الحرارة، من صورة النهار أو من صورة الشمس إلى صورة النهار. هذا الذي يحصل الآن عندنا. لو اعترض المعترض نقول له بأن ما يحصل عندك الآن هو
تلازم وهو استحضار وهو حضور وهو التفات لأي شيء، لصورة النار وصورة الحرارة وليس للنار والحرارة الخارجية. فإن الكلام بين صورة اللفظ وصورة المعنى هو كلام في عالم الذهن بلحاظ عالم الذهن، والكلام عن الحرارة والنار والشمس والنهار هو بلحاظ عالم الخارج. واضح المسألة؟ إذن هو الآن يقارن بين عالم الخارج وبين عالم الذهن، بين متلازمين في عالم الخارج الحرارة والنار والشمس والضياء، وبين متلازمين في عالم الذهن وهي صورة اللفظ وصورة المعنى. يقول: غير أن علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى مجالها أين؟ مجالها الذهن، لأن تصور اللفظ والمعنى إنما يوجد في الذهن، وعلاقة السببية بين النار والحرارة أو بين طلوع الشمس والضوء مجالها العالم الخارجي. بعد هذا ننتقل إلى عنوان جديد، نحن وضعنا هذا العنوان بين قوسين: منشأ علاقة السببية بين اللفظ والمعنى. من أين نشأت العلاقة؟ علاقة السببية والاقتران بين اللفظ والمعنى، من أين نشأ الاقتران بين اللفظ والمعنى؟ من أين نشأت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى؟ الآن عندما نقول ماء ينصرف الذهن عندكم إلى الماء، لكن عندما أقول لو يعني لو صح التلفظ بهذه أقول ووتر، بعضكم ربما لا يعرف هذه المعنى. من يعرف هذا المعنى بلغة أخرى الهندية أو غير الهندية؟ أيضا إذا قالها الكثير وأنا منكم لا نعرف على أي شيء تدل، إذا أتى يعني لغة أو بكلمة من لغات أخرى. إذن هذه العلاقة التي تحصل بين اللفظ والمعنى، بين صورة اللفظ وبين صورة المعنى، بين تصور اللفظ وبين صور المعنى، من أين نشأت؟ صارت بين هذا اللفظ وهذا المعنى دون اللفظ الآخر والمعنى، أو دون هذا اللفظ مع المعنى الآخر؟ لماذا حصل هذا التقارن بين هذا اللفظ بالذات وبين هذا المعنى، ولم يحصل تقارن بين هذا اللفظ والمعنى الآخر، ولم يحصل تقارن بين معنى آخر وهذا اللفظ أو لفظ آخر مع هذا المعنى؟ يقول تحت عنوان منشأ علاقة السببية بين اللفظ والمعنى، هذه كلها العبارة بين قوسين، وأيضا بين قوسين نقول منشأ الوضع، من أين ينشأ الوضع؟ والسؤال الأساسي بشأن هذه العلاقة التي توجد في اللغة بين اللفظ والمعنى هو السؤال عن مصدر هذه العلاقة وكيفية تكونها. فكيف تكونت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى؟ كيف تكونت؟ يقول: وكيف أصبح تصور اللفظ سبباً لتصور المعنى، مع أن اللفظ والمعنى شيئان، لاحظ، مع أن اللفظ والمعنى شيئان مختلفان كل الاختلاف. اللفظ والمعنى، هذا لفظ الماء ميم أليف وهذه الهمزة، تختلف عن لا علاقة لها بهذا السائل، ودلالة عدم العلاقة في لغة أخرى هذا السائل له لفظ آخر غير هذا اللفظ، ما هي؟ لا يوجد علاقة بينهما. إذن كيف ارتبط هذا بهذا؟ الآن قلنا لفظ ومعنى، أي كيف ارتبط صورة هذا اللفظ مع صورة هذا المعنى؟ يقول: وكيف أصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى، مع أن اللفظ والمعنى شيئان مختلفان كل الاختلاف. ويذكر في علم الأصول عادة اتجاهان، ويذكر في علم الأصول عادة اتجاهان في الجواب على هذا السؤال الأساسي. الاتجاهان ما هما؟ الأول الذاتي، يقول الذاتي والموضوعي، أولاً الذاتي وثانياً الموضوعي. بعدها نحن أيضاً وضعنا بين قوسين الاتجاه الذاتي. إذن كم اتجاه عندنا؟ اتجاه ذاتي واتجاه موضوعي. يقول الاتجاه الذاتي، تحت هذا العنوان اتجاه الذاتي، وسيأتي بعد هذا الاتجاه الموضوعي.
تحت عنوان الاتجاه الذاتي يقول: يقوم الاتجاه الأول أي الاتجاه الذاتي على أساس الاعتقاد بأن علاقة اللفظ بالمعنى نابعة من طبيعة اللفظ ذاته، أن العلاقة بين اللفظ والمعنى نابعة من طبيعة اللفظ، اللفظ بطبيعته يدل على المعنى، اللفظ بطبيعته يرتبط بالمعنى، اللفظ بطبيعته يقترن بالمعنى. يعني هذا لفظ ما لا يقترن إلا بهذا السائل، لا يقترن بغيره. حتى لو حاولت مئات المحاولات وآلاف المحاولات تريد أن تغير لفظ الماء بأن يدل على غير هذا السائل لا تستطيع. هذا يعني كبيان لأصحاب الاتجاه الذاتي. هذا الاتجاه الذاتي هو الأساس الذي اعتمده إصبهط النيلي. يقول الاتجاه الذاتي: يقوم الاتجاه الأول على أساس الاعتقاد بأن علاقة اللفظ بالمعنى نابعة من طبيعة اللفظ ذاته، كما نبعت علاقة النار بالحرارة من طبيعة النار ذاتها. يعني يقال الحرارة من اللوازم الذاتية للنار، وجدت النار ووجدت مع الحرارة. وهنا أيضا يقول: وجد اللفظ وجد هذا السائل، وجد السائل وجد معه اللفظ، يوجد تلازم بين اللفظ والمعنى، بين صورة اللفظ وصورة المعنى. يقول الاعتقاد بأن علاقة اللفظ بالمعنى نابعة من طبيعة اللفظ ذاته، كما نبعت علاقة النار بالحرارة من طبيعة النار ذاتها. فلفظ الماء مثلا له بحكم طبيعته علاقة بالمعنى الخاص الذي نفهمه منه، ولأجل هذا يؤكد الاتجاه، أي اتجاه هذا الاتجاه الذاتي، يؤكد الاتجاه الذاتي أن دلالة اللفظ على المعنى دلالة ذاتية، أي اللفظ من ذاته يدل على المعنى. يقول أي من ذاته، يعني ماذا يقصد؟ ليس بفعل خارجي، ليس بوضع واضع، ليس بجعل، وإنما من ذاته هذا يدل على المعنى. يقول: ولأجل هذا يؤكد هذا الاتجاه أن دلالة اللفظ على المعنى ذاتية وليست مكتسبة، وليست موضوعة، وليست مجعولة، وليست مكتسبة من أي سبب خارجي يسجل إشكال. هو يقول ويعجز عند هذه اللفظة، عند هذه الفقرة بين قوسين تسجل إشكال، يسجل يعني السيد يسجل الإشكال على هذا الاتجاه الذاتي. يقول ويعجز، يعني حتى نتعلم هذا أسلوب السيد، وهذا هو الأسلوب العلمي، ونحن أيضا من يرجع إلى ما أصدرناه من بحوث للرد على العالم صبيط النيلي، يعني يجد بأننا لا ننفي القضية، لا نكفر المقابل، ولا ننفي ما يقول به جملة وتفصيلة، وإما نناقش النقاش العلمي وننقض عليه. يكفي إذا كان النقض الواحد ينفي تلك النظرية فهذا هو الخير، وإذا احتجنا إلى أكثر من نقض وإلى أكثر من برهان فعلينا أن نأتي بتلك البراهين. الآن أيضا أعطيكم فكرة يعني إجمالية عن هذا الأمر. كل ما يحصل أنه يوجد بعض العلاقات، يعني حتى من يريد أن يعني يخوض ويتعلم أو يطلع على علم الأرقام، قضية سهلة وبسيطة كل إنسان يستطيع أن يطلع عليها، ويستطيع أيضا أن يرتب كما يرتب البعض، وكما رتب البعض بعض الآيات، بعض الكلمات، بعض الوقائع، بعض الأحداث، وربطها بأسماء أهل البيت سلام الله عليهم، كذلك في المقابل ربطوها بأسماء أئمتهم الأول الثاني الثالث معاوية يزيد، وأنا أيضا مستعد وأستطيع أن أربط ما يربط بي من آيات، من وقائع، من أحداث، من روايات، أستطيع أن ألعب كما يقال بالدليل وأرتب الدليل
وأجعل لكم بأن هذا الدليل الذي ربطوه بالإمام المهدي سلام الله عليه أربطه بإبليس. ماذا تريدون أكثر من هذا؟ أربطه بإبليس. هي قضية كيفية، قضية تلاعب، قضية ترهيم. فلذلك تصدى المقابل وأحسن عندما تصدى، أتى بأرقام ورتب الأرقام وأتى بالآيات وطبقها على الخليفة الأول وعلى الثاني وعلى الثالث، كما الآن يطبقون على الإمام والإمام والإمام المعصومين سلام الله عليهم. نقبل بهذا، لكن بدأوا يطبقونها على أنفسهم. فإذا نقول إذا وجدت بعض الأمور التي تدل على تحقق أو على لنقل على بعض المعاني، فهذه دلالة ناقصة، نحتاج إلى نظرية كاملة متكاملة. يعني عندما نقول بأن اللفظ أو الألفاظ تدل ذاتا على المعنى، الحروف تدل ذاتا على معانيها. الآن يعني عندما انتهت، عندما رددنا عليه، هو وصل وكلف نفسه حتى وصل بعد اللتية والتي بعد جهود لا أعلم كم من السنين، وصل حسب ما أذكر، يمكن القضية قديمة، قبل أكثر من 11 عاما أو أكثر من 13 عاما، عندما صد أعتقد وصل إلى الحرف الثاني عشر أو الرابع عشر. إذن بقيت النظرية ناقصة، يعني لم تكتمل عنده كل الحروف وكيف تدل على ذات. هذا أول رد وأول نقض عليه. إذن حتى تكون النظرية مكتملة عليه أن يحلل كل الحروف ويثبت لنا دلالات كل الحروف حتى تكون النظرية متكاملة. هذا أولا. الشيء الثاني، حتى أيضا هذه خريطة الرد عليه. الشيء الآخر، مع هذا المقدار ومع هذه الجزئية في ما طرحه من حروف ومن دليل ومن نظرية، نحن على هذه الجزئية سجلنا النقوضات عليه. إذن يقول الإشكال، ماذا يسجل السيد؟ يقول المقابل، يقول هذه نظرية متكاملة. لاحظ ماذا نقصد بالنظرية المتكاملة؟ الآن كلما وجدت النار، ماذا يوجد؟ يوجد حرارة، واضح. كلما وجدت النار يوجد حرارة. فعندما تقول بأن الألفاظ، بأن الحروف تدل على معانيها، تدل على المعاني ذاتا، فماذا يعني؟ يعني أنه كلما وجد اللفظ يوجد ذلك المعنى، كلما صدر اللفظ يراد به ذلك المعنى، واضحة؟ ذاتا، كما أنه كلما توجد النار توجد الحرارة، فوجود النار يدل على الحرارة، ووجود اللفظ بالضرورة يدل على معناه. فماذا هنا تحتاج؟ تحتاج إلى أن تأتي بنقض أن المولى، أن الشارع المقدس أتى بلفظ لا يدل على المعنى الذي أنت استدللت أو أثبتته بأنه هذا هو المعنى الذي يدل عليه هذا الحرف أو يدل عليه هذا اللفظ، وأنت تأتي بمورد قرآني، بمورد شرعي، بمورد عن المعصومين سلام الله عليهم، يأتي أو يستعمل اللفظ بمعنى غير المعنى الذي ثبته عالم الصباط. هذا نقض أم ليس بنقض؟ لا تستطيع أن تأتي بحرارة بدون نار، التفت جيدا، لا تستطيع أن تأتي بحرارة بدون نار. لماذا؟ لأن العلاقة ذاتية، لأنه لازم ذاتي. إذا سلبت الحرارة من النار لا نقول بأنها نار. هذا الكلام في الخارج، في العالم الخارج. إذن ملازمة ذاتية، هذا من اللوازم الذاتية للنار، الحرارة. فالمعنى من اللوازم الذاتية لللفظ أو للحرف كما يقول صاحب هذه النظرية والاتجاه الذاتي. فإذا كلما وجد اللفظ، كلما وجد الحرف، يجب ألا يتخلف المعنى، وإذا تخلف المعنى إذن النظرية باطلة. واضح المسألة؟ هذا هو مخطط الرد. إذن يرد هنا، يرد أيضا السيد الأستاذ، ماذا، ما هو فحوى الرد؟ يقول لو كانت العلاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى كعلاقة النار بالحرارة وكعلاقة الشمس بالنهار أو بالضياء. الآن ذكرنا مثال في البداية، عندما توجد الشمس وعندما ترى الشمس
إلى أي شيء ينصرف الذهن؟ إلى النهار، إلى الضياء. ينصرف عندكم هذا الأمر أم لا ينصرف؟ ينصرف ذهنكم إلى هذا أم لا ينصرف؟ تقول ينصرف. إذا نار ينصرف إلى الحرارة، إذا شمس ينصرف إلى الضياء والنهار. نفس هذا الكلام عندما نذهب إلى الإنسان الغربي في أوروبا مثلاً الذي لا يعرف اللغة العربية، عندما يرى الشمس ينصرف ذهنه إلى النهار أو لا ينصرف؟ ينصرف. عندما يرى النار ينصرف ذهنه إلى الحرارة أم لا ينصرف؟ ينصرف. هذا دليل على أن العلاقة بين النار والحرارة ذاتية، بحيث لا يفرق في دلالة النار على الحرارة عند الإنسان العربي أو الإنجليزي أو الهندي أو الشيشاني أو غيرهم من الشعوب. واضح المسألة؟ هذه العلاقة الذاتية، كلما وجد هذا وجد هذا بغض النظر عن اللغات. الآن نأتي إلى اللفظ والمعنى. الآن إذا وجد لفظ ماء، على أي شيء يدل؟ على هذا السائل. هذا لفظ الماء، اذهب إلى الغرب وألفظ لفظ الماء أمام الغربيين من لا يعرف اللغة العربية، هل ينصرف عنده إلى السائل؟ لا ينصرف. اذهب إلى الهند، هل ينصرف؟ لا ينصرف. إذن هذا نقض عليهم. هذا يدل على أنه العلاقة بين اللفظ والمعنى ليست علاقة ذاتية. واضح؟ أما يعني من مهازل الأدلة، كما تمرت عليكم مهازل الأدلة، عندما مثلا يطرح ماذا يرتب، لا نعرف، يعني لا أذكر بالضبط، لكن مسألة التقريب وهي حقيقية، يعني هو فعلا كان يرتب ويرهم عالم السبيط بهذه الكيفية. الآن ووتر يدل على الماء، وماء ماء يدل على الماء. الآن كيف يربط بين ماء ووتر؟ لا أعرف، يوجد ربط بين ماء ووتر؟ لا يوجد ربط. هذه إذا تكتب يعني تلفظ هذه ووتر وهذا ماء، لا حتى في الحروف لا يوجد ترابط بينهما. فكيف يحاول أن يربط مثلا أعطيكم كمثال، يعني لا ليست القضية على نحو المسحة وإنما حقيقية، صدقوني القضية حقيقية. الآن الإبريق، إبريق ماذا يوضع في الإبريق؟ يوضع ماء. لاحظ الإبريق فيه حرف الراء والووتر فيه حرف الراء، إذن تدل اشتراك بين ووتر وماء، فتدل على هذا المعنى. بهذا المستوى من الأدلة يستدل عالم السبيط، فهذه مهزلة وسخرية. إذن يقول الأستاذ المعلم، يقول إشكال، ويعجز هذا الاتجاه عن تفسير الموقف تفسيرا شاملا. يقول يوجد طبعا من يخوض بعلم الحروف يجد بعض الأمور وبعض الأشياء التي تحقق والتي نقول ترهم دائما، يعني تتحقق، لكن ليس لا تغطي كل المعاني وكل الأحكام. يقول ويعجز هذا الاتجاه عن تفسير الموقف تفسيرا شاملا. لماذا؟ يقول لأن أولا وثانيا، أولا لأن دلالة اللفظ على المعنى وعلاقته به إذا كانت ذاتية، وإذا كانت ذاتية وغير نابعة من أي سبب خارجي، وكان اللفظ ثانيا يعني وكان اللفظ بطبيعته يدفع الذهن البشري إلى تصور معناه. يقول ثالثا، الخطوة الثالثة، فلماذا يعجز غير العربي عن الانتقال إلى تصور معنى كلمة الماء عند تصوره لكلمة ماء؟ لو كانت ذاتية كما شرحنا لكم لكان غير العربي عندما يسمع لفظ ماء ينصرف ذهنه إلى الماء، إلى السائل. لماذا لا ينصرف ذهنه إلى السائل؟ إذن هذا دليل على أن العلاقة بين اللفظ والمعنى ليست علاقة ذاتية. ولماذا؟ لاحظ كيف يوجد دقة في الكلام. قال ويعجز هذا الاتجاه عن تفسير الموقف تفسيرا شاملا، يعني أنت عندما تأتي بنظرية عليك أن تفسر التفسير الشامل الذي يفسر، نحن مع الشرع يفسر لنا الأحكام الموجودة في القرآن والموجودة في السنة. يقول ولماذا يحتاج تعلم اللغة العربية
لكي ينتقل هذا الشخص الذي لا يفهم لفظ معنى الماء من لفظ ماء، يقول ولماذا يحتاج هذا إلى تعلم اللغة العربية لكي ينتقل ذهنه إلى المعنى عند سماع الكلمة العربية وتصورها. خطوة أخرى يقول إن هذا دليل على أن العلاقة التي تقوم في ذهننا بين تصور اللفظ وتصور المعنى ليست نابعة من طبيعة اللفظ، بل من سبب آخر يتطلب الحصول عليه. إلى أي شيء؟ يتطلب إلى تعلم اللغة. أي بين قوسين هذه العبارة، أي أن الحصول على السبب الآخر، ماذا قال؟ قال بل من سبب آخر يتطلب الحصول عليه إلى تعلم اللغة. أقول بين قوسين، أي الحصول على السبب الآخر يتطلب تعلم اللغة. يعني أولا نتعلم اللغة ويتحقق عندنا سبب، هذا السبب هو الذي يجعل الانتقال الذهني بين التصورين، بين تصور اللفظ وتصور المعنى. يعني بين قوسين نقول أي الحصول على السبب الآخر هو الذي يتطلب تعلم اللغة، فنتعلم اللغة أولا فيحصل السبب الآخر، وهذا السبب هو الذي تنبع منه العلاقة اللغوية. أي تعلم اللغة أولا، تعلم اللغة يؤدي إلى حصول السبب الآخر، وهذا السبب الآخر هو الذي يؤدي إلى العلاقة اللغوية، هو الذي يؤدي إلى الاقتران بين اللفظ والمعنى، هو الذي يؤدي إلى الترابط بين اللفظ والمعنى. وحصول السبب الآخر يؤدي إلى العلاقة اللغوية، العلاقة الذهنية بين صورتي اللفظ والمعنى، أو بين تصوري اللفظ والمعنى. فالدلالة إذن ليست ذاتية. انتهى الاتجاه الذاتي، أبطله السيد بهذا النقض عليه. الثاني الاتجاه الموضوعي، أيضا بين قوسين تسجل الاتجاه الموضوعي. نقطتان، الاتجاه الموضوعي فيه أقسام: اعتبار تعهد قرن أكيد، اعتبار تعهد قرن أكيد. وأما الاتجاه، يقول الأستاذ المعلم، وأما الاتجاه الآخر فينكر بحق الدلالة الذاتية. يقول الاتجاه الآخر ينكر الدلالة الذاتية، وهذا الإنكار للدلالة هو حق كما هو أبطله قبل قليل. يقول وأما الاتجاه الآخر، أي الاتجاه الموضوعي، فينكر بحق الدلالة الذاتية. وأيضا بين قوسين نقول وهنا ثلاثة أقسام. القسم الأول وهنا ثلاثة أقسام، بعدها بين قوسين وهنا ثلاثة أقسام، وأيضا بين قوسين عنوان تسجل تحت العنوان: أولا الاعتبار، هذا القسم الأول، وثانيا في نفس القوس، وثانيا التعهد. إذن تحت الاعتبار والتعهد يقول السيد الأستاذ، يقول هذا لنقل الاتجاه الموضوعي بقسميه الأول والثاني الاعتبار والتعهد، يقول يفترض أن العلاقات اللغوية بين اللفظ والمعنى نشأت في كل لغة على من؟ على يد من؟ على يد الشخص الأول أو الأشخاص الأوائل الذين استحدثوا تلك اللغة وتكلموا بها، فإن هؤلاء خصصوا ألفاظا معينة لمعان خاصة، فاكتسبت الألفاظ نتيجة لذلك التخصيص علاقة بتلك المعاني، وأصبح كل لفظ أو أصبح كل لفظ يدل على معناه الخاص. إذن الاتجاه الموضوعي بقسم الاعتبار والتعهد ماذا يقول؟ يقول أو ماذا يفترض؟ يفترض أن العلاقات اللغوية بين اللفظ والمعنى نشأت من المؤسس الأول، من واضع اللغة الأول، على يد واضع اللغة الأول، نشأت في كل لغة على يد الشخص الأول أو الأشخاص الأوائل الذين استحدثوا تلك اللغة وتكلموا بها، فإن هؤلاء خصصوا ألفاظا معينة لمعاني خاصة، فاكتسبت الألفاظ نتيجة لذلك، عندما وضعوا هذه الألفاظ لهذه المعاني فاكتسبت هذه الألفاظ نتيجة لذلك التخصيص علاقة بتلك المعاني، وأصبح كل لفظ يدل على معناه الخاص.
بعد هذا تحت عنوان الوضع. قبل أن ندخل في الوضع أيضا أريد أن أشير إلى هذا الأمر، وهذا أيضا سجلوه تعليق، أنا لم أسجل هذا تعليق. الآن ربما ورد إلى ذهن البعض أنه ما ورد في المعاني القرآنية على أن المولى قد علم آدم الأسماء كلها، فألا يعتبر المولى سبحانه وتعالى هو الواضع الأول؟ فإذا كان ثبت عندنا الواضع واحد، الواضع واحد، فممكن أن يأتي الكلام عن يعني يرجع الكلام مرة أخرى على وعن الاتجاه الذاتي، يوجد علاقة، جعل علاقة ذاتية المولى بين الألفاظ والمعاني. لا أريد أن ندخل ما هي الأسماء التي تعلمها آدم سلام الله عليه، هذا ليس هو البحث، لكن نحصل ونأتي إلى القضية من آخرها. على فرض أنه الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء، إذن يوجد واضع واحد، والواضع تصرف وهو الخالق بأن جعل للألفاظ للحروف دلالة ذاتية على المعاني، لنسلم بهذا. الآن نقول مر الزمن الطويل بعد خلق آدم، بعد تعلم آدم، والآن نستحضر زمن الرسالة المحمدية الشريفة، الآن في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندما نزل الوحي، عندما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل كانت في ذلك العصر اللغة واحدة؟ هل كانت نظام، كان نظام المحاورات والتفاهم والإفهام والتفهيم والعقود والأمور الاجتماعية والمواثيق كانت تجري على أساس العلاقة الذاتية بين الألفاظ والمعاني؟ أم لا، ابتعدت الألفاظ والمعاني عن، على فرض أن الأصل هو ذاتي، ابتعدت عن ذاتيتها فصار عند العرب لغة، وعند الهنود لغة، وعند الإنجليز لغة، وعند الروس لغة، وعند غيرهم لغة، فصارت لغات ولهجات. فهنا يأتي نفس الكلام السابق، المشرع العاقل عندما يأتي إلى الهنود هل يتحدث معهم، إلى المجتمع الهندي يتحدث معهم بالعربية؟ عندما يأتي إلى العرب هل يتحدث معهم باللغة الهندية أو الفارسية؟ وهكذا عندما يذهب إلى أقوام أخرى. فكما لا يصح أن يتحدث مع العربي بلغة لا يفهمها أو لا يفهمها، كذلك لا يصح أن يتحدث مع العربي أو غير العربي بلغة الحروف التي لا يفهمونها، وانتهى الأمر. لاحظ، فحتى لو سلمنا بأنه يوجد ذاتية أصلا، لكن في أوقات التشريع، في زمن التشريع، ونحن مع التشريع الخاتم الإسلامي الرسالي، فإذا القضية واضحة بأنه يوجد لهجات، يوجد لغات كثيرة. فعلى الشارع، على المولى العاقل، أن يأتي بنظام لغوي، بنظام تفهيمي، بنظام حواري يتناسب مع ما موجود بين الناس. أما إذا أتى بعنوان جديد، بحوار أو بنظام حواري جديد، بلغة جديدة، فعليه أن يفهم الناس أولا هذه اللغة، ويعلم الناس هذه اللغة، وبعد هذا يأتي بالأحكام وفق هذه اللغة أو وفق هذا المنهج التعليمي. إذن يقول بعد هذا، يقول أيضا سجل بين قوسين الوضع، يقول وذلك التخصيص، ذلك التخصيص الذي مارسه أولئك الأوائل ونتجت عنه الدلالة يسمى بالوضع. إذن تحت عنوان الوضع قلنا ما هو الوضع؟ الوضع هو ذلك التخصيص الذي مارسه أولئك الأوائل ونتج من الأوائل، نقصد واضعي اللغة. يقول وذلك التخصيص الذي مارسه أولئك الأوائل ونتجت عنه الدلالة يسمى بالوضع، ويسمى الممارس الذي مارس هذه، الذي وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، يسمى الواضع، ويسمى الممارس له يسمى واضعا، واللفظ ما يرضى يسمى اللفظ، اللفظ يسمى موضوعا، والمعنى يسمى موضوعا له.
فاللفظ هو الموضوع والمعنى هو الموضوع له، والشخص يسمى الواضع. أما نحن ما بعد الواضع ماذا نسمي أنفسنا؟ المستعمل. نحن نستعمل شيء جاهز عندنا، نستعمل هذا اللفظ للدلالة على ذاك المعنى، نستعمل هذا اللفظ للدلالة على صورة اللفظ والدلالة على صورة المعنى. إذن يوجد عندي واضع وعندي وضع بصورة عامة، وعندي واضع وعندي موضوع اللي هو اللفظ، وعندي موضوع له اللي هو المعنى، وعندي مستعمل اللي يستعمل هذه الألفاظ للدلالة على المعنى. إذن يقول: والوضع وذلك التخصيص الذي مارسه أولئك الأوائل ونتجت عنه الدلالة، ويسمى الممارس له واضعا، واللفظ موضوعا، والمعنى موضوعا له. عندما نقول المعنى نقصد الموضوع له، أي الموضوع له اللفظ، وعندما نقول الموضوع له يعني نقصد المعنى، المعنى أو المفهوم أو المدلول. والحقيقة أن هذا الاتجاه، وإن الآن يقول هذا الاتجاه أي اتجاه؟ الاتجاه الموضوعي بقسميه الأول والثاني، وهو التعهد والاعتبار، الاعتبار والتعهد. يقول: والحقيقة أن هذا الاتجاه وإن كان في حق يكون، وإن يقول وإن كان على حق صواب هو عندما أبطل الاتجاه الذاتي، لكنه لم يفلح في التفسير، لماذا؟ سيبين. يقول: والحقيقة أن هذا الاتجاه وإن كان على حق في إنكاره للدلالة الذاتية، ولكنه لم يتقدم إلا خطوة قصيرة في حل المشكلة الأساسية التي لا تزال قائمة حتى بعد الفرضية التي يفترضها أصحاب هذا الاتجاه. سيبين وسنبين كيف أن هذه المشكلة بقيت قائمة. يقول: فنحن إذا افترضنا معهم أن علاقة السببية، هذه العلاقة الخاصة بين لفظ الماء ومعنى الماء، بين لفظ القلم ومعنى القلم، بين لفظ الورقة ومعنى الورقة، بين لفظ الكتاب ومعنى الكتاب دون غيره من المعاني، هذه العلاقة الخاصة التي حصلت بين اللفظ والمعنى، بين صورة اللفظ وصورة المعنى، بين تصور اللفظ وتصور المعنى، هل يكفي فيها مجرد ما أقول أن لفظ ما وضعته لهذا السائل؟ الآن لنغير، نقول لفظ الماء وضعته لهذا الشيء، ونخرج من هنا بعد يوم بعد أسبوع، ومع يعني الأخذ من الاعتبار أنه كل الأشياء ستغير، هل ينطبع في ذهننا لفظ الماء ماء هذا الشيء؟ وهل سينصرف الذهن عندما نقول ماء إلى هذا الشيء ويترك ذلك المعنى إلى هذا المعنى؟ هل مجرد نقول وضعنا هذا لهذا يكفي في هذه العلقة بينهما؟ تعال قل الآن ألف مرة، مئة مرة، مليون مرة، مئة مليون، مئة ألف مليون مرة، قل هذا وضعت لفظ الماء لهذا الشيء، لهذا الجزء، لا يتحقق هذا. اذهب إلى الخارج قل الآن هذا مليون مرة، واذهب للخارج قل ماء، أين ينصرف الذهن؟ إلى هذا أم إلى الماء؟ إلى الماء. إذن مجرد وضع هذا لهذا لا تتحقق العلاقة والعلقة والاقتران بين اللفظ والمعنى، هذا مجمل الرد. يقول: فنحن إذا افترضنا معهم أن علاقة السببية نشأت نتيجة لعمل قام به مؤسس اللغة، إذ خصصوا كل لفظ لمعنى خاص، فلنا أن نتساءل ما هو نوع هذا العمل الذي قام به هؤلاء المؤسسون؟ وسوف نجد أن المشكلة لا تزال قائمة. لماذا؟ يقول: لأن اللفظ والمعنى ما دام لا يوجد بينهما علاقة ذاتية ولا أي ارتباط مسبق، يقول فكيف استطاع مؤسس اللغة أن يوجد علاقة السببية بين شيئين لا علاقة بينهما؟ لاحظ، كيف استطاع مؤسس اللغة أن يوجد علاقة السببية بين شيئين لا علاقة بينهما؟ ماذا يقصد من هذا الكلام؟ يقصد من هذا الكلام المعنى الذي ذكرناه قبل قليل، قلت لكم لو قلنا مليون مرة ماء ونقول نقصد به هذا، الآن كل من يحضر هنا إذا انصرف ذهنه من لفظ الماء إلى هذا المعنى واتفقنا عليه وانطبع في أذهاننا العلقة والعلاقة الخاصة بين لفظ الماء وبين هذا الشيء، هذا لا يعني أنه صارت علاقة ذاتية،
بين لفظ الماء وبين هذا الشيء، بدليل لو خرجنا إلى الخارج وتحكي مع إنسان لم يحضر هنا معنا، هل عندما يسمع لفظ الماء ينصرف إلى هذا الشيء؟ لا ينصرف. إذن دليل أنه لم تتأسس علاقة ذاتية بين هذا اللفظ وهذا المعنى، بين صورة هذا اللفظ وصورة هذا المعنى. واضح المسألة؟ والكلام الآن عن واضع، ونحن كمستعملين، فعندما تثبت عندنا القضية الآن على نحو الجزئية في هذا المجتمع الذي نحن فيه، لكنها لا تكون عامة، نحن نكون واضعين الآن لنقول حققنا هذا الوضع، لكن هذا الوضع لا يخرج خارج هذا المكان، لا يخطو خطوة واحدة خارج هذا المكان. أي شخص خارج هذا المكان لا يتحقق في ذهني الارتباط بين لفظ الماء وبين هذا المعنى، يبقى عنده الارتباط بين الماء وبين بين لفظ الماء وبين ذاك المعنى. فدليل على أن الوضع لم يتحقق، لم تحصل علاقة سببية حقيقية بين اللفظ والمعنى. يقول: وسوف نجد أن المشكلة لا تزال قائمة، لأن اللفظ والمعنى ما دام لا يوجد بينهما علاقة ذاتية ولا أي ارتباط مسبق، فكيف استطاع مؤسس اللغة أن يوجد علاقة السببية بين شيئين لا علاقة بينهما؟ وهل يكفي مجرد تخصيص المؤسس لللفظ وتعيينه له سببا لتصور المعنى لكي يصبح سببا لتصور المعنى حقيقة؟ هل مجرد ما يقول وضعت هذا لهذا، أو أتعهد بأني لا أتي بهذا اللفظ إلا بأن أتي بهذا المعنى؟ هل مجرد أن يقول هذا أنا أتعهد، أقول أتعهد بأني لا أتي بلفظ الماء إلا إذا أردت هذا الشيء، لأقول 100 مرة، لأقول 1000 مرة هذا الشيء، وأنتم حفظتم هذا الشيء عني. الآن عندما في الخارج أو يأتي شخص لم يسمع مني هذا الكلام وأقول ماء أو أريد ماء ويأتيني بماء بذاك الماء، هل يحق لي أن أعتب عليه أو أعاقبه، أقول له بأني أريد هذا ولا أريد ذاك؟ من أين يعرف؟ لا يعرف، حتى لو استعملت هذا 1,000,000 مرة لكن لا يتحقق الوضع، فلا يكون حجة على الآخرين. يقول: وهل يكفي مجرد تخصيص المؤسس لللفظ وتعيينه له سببا لتصور المعنى لكي يصبح سببا لتصور المعنى حقيقة؟ خطوة أخرى يقول: وكلنا نعلم أن المؤسس وأي شخص آخر يعجز أن يجعل من حمرة الحبر، هذا الحبر الأحمر، يعجز أن يجعل من حمرة الحبر الذي يكتب به سببا، بين قوسين الذي يكتب به، يعني نحن وضعناه بين قوسين حتى نميز العبارة تكون واضحة عندنا. يقول: وكلنا نعلم أن المؤسس وأي شخص آخر، أي المؤسس للغة وأي شخص آخر، يعجز أن يجعل من حمرة الحبر، أي حبر؟ هذا الحبر اللي نكتب، الحبر الأحمر، يعجز أن يجعل من حمرة الحبر سببا لحرارة الماء ولو كرر المحاولة 100 مرة أو 1,000 مرة أو 1,000,000 مرة. يقول: ولو كرر المحاولة 100 مرة، يقول: خصصت حمرة الحبر الذي أكتب به لكي تكون سببا لحرارة الماء. التفت جيدا، هذا المثال يريد أن يعطي به السيد، أن يعطي به مثالا للسبب الخارجي، يعني يقول: أنا أقول هذا القلم، جعلت هذا القلم كما يقول، خصصت هذا القلم للحرارة، خصصت هذا القلم للحرارة، خصصت هذا القلم لكي يكون سببا للحرارة، خصصت هذا القلم لكي تصدر من الحرارة، خصصت هذا القلم لكي يكون مؤثرا ويكون أثره الحرارة. أكرر هذا 100 مرة، 1,000 مرة، 1,000,000 مرة، هل في النتيجة ستصدر الحرارة من هذا القلم؟ لا تصدر. واضح؟ فيقول بمعنى، يقول: إذا لا يوجد علاقة سببية بين الشيئين، فلو كررت الكلام وأردت أن تجعل علاقة سببية بينهما وكررت عنوان السببية والقول بالسببية 1,000,000 مرة بل 1,000,000,000 مرة، لا تتحقق السببية بينهما. واضح هذا المثال؟ مثال من الخارج أراد أن يطبق بأنه لا تتحقق السببية ما دام لا يوجد سببية. يقول: وكلنا نعلم أن المؤسس وأي شخص آخر، لاحظ هذه تسمى من الأدلة الوجدانية، يعني يحاكي الوجدان، من الأدلة، من الأمور البديهية الضرورية التي لا تحتاج إلى برهان. كل إنسان عندما يعني يتجرد
عن التعصب وعن الهوى وعن العناد، عندما يسمع هذا يقول هذه القضية واقعية وهذه القضية حقيقية. وهذا أسلوب السيد الأستاذ المعلم، دائما يأتي بأدلة وجدانية تقنع المقابل. يقول: وكلنا نعلم أن المؤسس وأي شخص آخر يعجز أن يجعل من حمرة الحبر الذي يكتب به، يعجز أن يجعل من حمرة الحبر سببا لحرارة الماء، ولو كرر المحاولة 100 مرة قائلا: خصصت حمرة الحبر الذي أكتب به لكي تكون سببا لحرارة الماء، خصصت حمرة الحبر الذي أكتب به لكي تكون سببا لحرارة الماء، لو كرر هذا 100 المرات لا تتحقق السببية بين حمرة الحبر وبين الحرارة. هذا الكلام طرحناه في الخارج. الآن ننتقل إلى الصور. أيضا نقول يريد أن يخصص حمرة الحبر كلفظ يدل على صورة، وهذه الصورة تدل على صورة الحرارة. أيضا لو كررنا هذا وكرر هذا 100 المرات أيضا قلنا إذا صار عندنا نوع من الوضع الخاص بيننا، لكنه لا ينتقل إلى الخارج ولا يحقق السببية إلى الخارج. يقول: فكيف استطاع أن ينجح في جعل، إذا كان لا يستطيع أن يجعل حمرة الحبر وهذا الحبر الأحمر أو حمرة الحبر الذي نكتب به لا يستطيع أن يجعله سببا للحرارة؟ يقول: فكيف استطاع أن ينجح في جعل اللفظ سببا لتصور المعنى بمجرد تخصيصه لذلك دون أي علاقة سابقة بين اللفظ والمعنى؟ يقول: وهكذا نواجه المشكلة كما كنا نواجهها، فليس يكفي لحلها أن نفسر علاقة اللفظ بالمعنى على أساس عملية يقوم بها مؤسس اللغة. يعني مجرد عملية يقوم بها مؤسس اللغة، يقول: وضعت هذا لهذا، أو تعهدت بهذا على هذا، أو تعهدت بأن لا أتي بهذا إلا بهذا إلا مع هذا. يقول: هذا لا يكفي. يقول: فكيف استطاع أن ينجح في جعل اللفظ سببا لتصور المعنى بمجرد تخصيصه لذلك دون أي علاقة سابقة بين اللفظ والمعنى؟ يقول: هكذا نواجه المشكلة كما كنا نواجهها، فليس يكفي لحلها أن نفسر علاقة اللفظ بالمعنى على أساس عملية يقوم بها مؤسس اللغة، بل يجب أن نفهم محتوى هذه العملية لكي نعرف كيف قامت علاقة السببية بين شيئين لم تكن بينهما علاقة. شيئان لا يوجد بينهما علاقة، وبعد هذا صارت بينهما علاقة. فكيف صارت بينهما علاقة؟ الآن نحن عندنا الألفاظ الأعجمية لا نفهم مثلا اللغة الهندية، فالألفاظ حسب اللغة الهندية لا يوجد بينها وبين معانيها عندنا علاقة السببية، لكن عندما نتعلم اللغة ونتقن اللغة الهندية تحصل السببية بين اللفظ والمعنى. لاحظ: الجاعل الذي جعل الألفاظ الهندية للمعاني، لاحظ، لا لم تكن سببية علي، صارت سببية على من يعرف اللغة الهندية، أما علي فهي ليست سببية، لا يوجد سببية واقتران بينهما، أحتاج إلى التعلم حتى تحصل السببية عندي. واضح المسألة؟ إذن هناك حصلت سببية وعندي لا تحصل، لكن السببية متى تحصل؟ عندما أتعلم، عندما أتقن اللغة. إذن يوجد عملية تسبق هذا الاقتران الأكيد بينهما. إذن نظرية أو الاتجاه الذاتي غير تام، الاتجاه الموضوعي بقسمه الأول الاعتبار غير تام، والاتجاه الثاني بقسمه الثاني التعهد غير تام، فبقي عندنا الاتجاه الثالث وهو القرن الأكيد، أي هذا العنوان الثالث بين قوسين، الاتجاه في الاتجاه الموضوعي الثالث هو القرن الأكيد، سجل بين قوسين القرن الأكيد نقطتان، قانون من قوانين الذهن البشري. القرن الأكيد قانون من قوانين الذهن البشري. نقرأ هذه الفقرة. يقول: والصحيح في حل المشكلة، الكلام للسيد الأستاذ المعلم الصدر الأول رحمة الله عليه، يقول: والصحيح في حل المشكلة أن علاقة السببية التي تقوم في اللغة بين اللفظ والمعنى توجد وفقا لقانون عام من قوانين الذهن البشري. ما هو القانون العام؟ نحفظ هذا أو نفهم هذا القانون. يقول: والقانون العام هو أن كل شيئين إذا اقترن تصور أحدهما مع
تصور الآخر أين الاقتران، في الخارج أم في الذهن؟ في الخارج. لا يوجد علاقة بين لفظ ماء وبين هذا السائل، في الذهن يوجد العلاقة. إن كل شيئين إذا اقترن تصور أحدهما مع تصور الآخر في ذهن الإنسان مرارا عديدة ولو على سبيل الصدفة قامت بينهما مرار عديدة صدفة، يعني يلتقيان صدفة قامت بينهما علاقة وأصبح أحد التصورين سبب الانتقال الذهن إلى تصور آخر. ومن تطبيقات هذه العلاقة نقول السببية، الآن التفتوا جيدا إلى أي شيء ينصرف الذهن، صار تلازم بين هذا وبين الدعاوى الأخرى التي دعونا أصحاب الدعاوى وأتباع أصحاب الدعاوى وصنفنا بين الأمرين، قلنا يوجد فرق بين صاحب الدعوة الأصلي وبين المعاند والمستفيد في تلك الدعوة وبين المغرر به، ونحن قلنا ليأتي من غرر به، ليأتي الجميع دعوة خاصة وعامة للجميع، نحن دعونا هذا الشيء، وقلنا من باب النصح لهم نأمل أن يأتوا إلى هنا ويفهموا، وإذا حصل الخير والصلاح في هدايتهم فهو الخير والصلاح، وإذا حصل الخير والصلاح في هدايتنا وأثبتوا لنا ما عندهم أيضا سنكون معهم ويكون للجميع على خير. لكن كما نعلم أنه علينا أن ننتهج المنهج العلمي ونسلك الأسلوب العلمي والطريق العلمي، فعلينا أن نأتي بأدلة ونأتي ببراهين ونأتي بأساليب ومناهج حقيقية مقبولة وتكون حجة علينا جميعا. ونحن هنا في هذا المكان ندعو أصحاب الدعاوى الأخرى من أتباع القحطانية أو البرهانية أو الآن يعني أيضا من الأمور التي فيها نوع من السفاهة والسخرية، الآن الكلام كل الكلام في الأصول وحتى في البحوث الأخرى العقائدية كل الكلام في البرهان، برهان وبرهان ودليل وبرهان، أيضا ذاك الشخص يعتبر البرهان دليل له، وهذا من الأدلة التي يتمسك بها دائما. فنسأل الله تعالى أن يوفق الجميع. الكلام كشخص أنا متصدي في هذا المكان أمام الله سبحانه وتعالى حتى أبرئ ذمتي أمام الله سبحانه وتعالى، يوجد فتنة وتصديت للفتنة منذ سنوات وكتبت وأصدرت ما يخص تلك الفتن، والمفروض تكون حجة على الآخرين، ومع هذا الآن دعوناهم للمجيء إلى هذا المكان وعندنا شيء نريد أن نحكيه لو حضروا إلى هذا المكان، بشرط أن يكون هناك ثمرة من الحضور. من يريد أن يأتي من تلك الجهات كشخص يريد أن يسمع، يريد أن يسجل بعض الإشكالات أو يريد أن يتعلم أو يريد أن يحتج على ما نقول، فأهلا وسهلا بالجميع بالحضور إلى هذا المكان، فنرحب بهم جميعا وأيضا نبقى ونكرر الدعوة مع الآخرين. ومن يأتي ممثلا عن تلك الجهة، نحن الآن عندما ندعو الآن يعني كما يقول البعض حسب ما سمعنا من الأعزاء من الأبناء يقولون نحتاج إلى دعوة رسمية، وهذا أيضا يعني دليل على نقول جهل المقابل، عندما أنا أتصدى بنفسي وأدعوهم للمجيء أليست هذه دعوة رسمية؟ لا أعرف ما يعني بهذا المستوى من التفكير، هذه الضحالة الفكرية عند المقابل، يعني الآن يزمر يقول نريد دعوة أو يشترط بأنه يريد دعوة رسمية، بعد ماذا تريد إذا أنا هنا وأقول لك أحضر إلى هذا المكان، فكيف هي الدعوة الرسمية؟ نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا، وليس فقط البحث الأصولي وإنما البحث الفقهي أيضا هو فيه مدخلية وكشف لحقائق وقراءة يعني واقعية حقائق كما علمتم مع الروايات ومع ما حصل على أهل البيت سلام الله عليهم. نسأل الله تعالى أن يقضي حوائج المحتاجين بحق محمد وآل محمد، ولا بأس بقراءة سورة الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.